السلام عليكم. إن شاء الله هنحل الجزء الأخير من التوالي والتوازي، كتاب الامتحان طبعة 2023. إحنا كنا وصلنا للسؤال رقم 140، بيقول لي في الدائرة الموضحة إذا كانت قيمة القدرة المستهلكة في المقاومة R هي 12 واط، وقيمة التيار I1 هنا 2 أمبير، فعايز فرق الجهد بين طرفي البطارية. يبقى هنا عندي 12 واط، وهنا التيار قيمته 2 أمبير. هنلاحظ ان البطارية دي ملهاش مقاومة داخلية، وعندي منطقة واحدة هي منطقة التوصيل على التوازي دي، وبالتالي فرق الجهد هنا هو فرق الجهد هنا هو فرق الجهد هنا هو فرق الجهد بتاع منطقة التوازي هو الفي باتري. فانا ممكن احسب الفي باتري بضرب هنا الاي في الار، يعني اقول 2 في 6 ب 12 فولت، فتبقى الاجابة الصحيحة رقم ب. السؤال اللي بعده عايز شدة التيار الكلي المار في الدايرة. طيب انا عندي التيار I1 قيمته 2، لو انا عرفت اجيب I2 وI3 اقدر اجمعهم واجيب التيار الكلي. طيب I1 عبارة عن 2 امبير، طيب I2 اجيبها ازاي؟ احنا قلنا فرق الجهد هنا هو فرق الجهد هنا اللي قيمته كام؟ 12 فولت. هقول بقى الاي بتساوي في على ار، يعني 12 على 9، تمام. طيب I3 هتساوي ايه؟ الI3 هنحسبها عن طريق الباور، لان المقاومة مجهولة، يبقى انا معايا الباور هجيبها من الباور ازاي؟ الباور بيساوي I في V، يبقى الI بتساوي الباور اللي هي 12 على فرق الجهد هنا اللي هو 12، هيبقى الناتج 1 امبير، تمام. يبقى انا كده معايا كل التيارات هجمعهم، هقول 2 زائد 12 على 9 زائد 1، هيطلع الناتج 13 على 3 امبير، يعني الإجابة الصحيحة هتكون رقم ب. السؤال اللي بعده عايز قيمة المقاومة R، في الصفحة التانية عايز قيمة المقاومة R، تمام. هنجيب قيمة المقاومة R ازاي؟ احنا هنقول ال R بتساوي ال V على ال I، ال V اللي هي فرق الجهد بين طرفي المقاومة اللي هو قيمته 12، والتيار اللي بيمر في المقاومة نفسها اللي احنا حسبناه بواحد، تطلع الار ب12 اوم، يعني الاجابة الصحيحة هتكون رقم ج. سؤال 141، في الدائرة الكهربية الموضحة بالشكل عندنا مصباح مكتوب عليه 45 واط و30 فولت، فعايز قيمة المقاومة ار هي التي تجعل المصباح يضيء عند الجهد والقدرة المحددين على المصباح، تمام. يبقى المطلوب عندي الار، يبقى احنا بنقول ان احنا بنتعامل مع الار والفي والاي. لو انت طالب مني الار لازم اوفر الفي والاي، طب تمام ازاي اوفر فرق الجهد بين طرفي المقاومة؟ انا عندي البطارية هتوزع 45 فولت على المقاومة والمصباح، المصباح هياخد 30، هيتبقى كام للمقاومة؟ يبقى لو عايز تعرف فرق الجهد بين طرفي المقاومة هتقول لي 45 هتشيل منها 30 فولت بتاعة المصباح، هيتبقى للمقاومة 15 فولت، يبقى هنا فرق الجهد بين طرفيها 15 فولت. عايز اعرف التيار اللي بيمر في المقاومة، المقاومة مع المصباح على التوالي، فلو عرفت التيار اللي بيمر في المصباح هو التيار اللي بيمر في المقاومة. طيب اعرف التيار اللي بيمر في المصباح ازاي؟ عن طريق الباور، الباور بتساوي اي في في، لو انت عايز تعرف الاي يبقى اقسم الباور للمصباح على الفي مصباح، الباور عندي قيمتها 45 والفي 30، هيطلع الناتج 1.5 امبير. يبقى انا بقى هاجي اقول الار، يبقى التيار الكلي 1.5 امبير، يبقى الار هتساوي الفي على الاي، الفي اللي هي 15 على الاي اللي هي 1.5، هيطلع الناتج 10 اوم، عشان تبقى الاجابه الصحيحه تبقى رقم ب. سؤال 142، عند توصيل مقاومتين ار و4 ار على التوازي، يبقى انا معايا ار متوصله مع 4 ار على التوازي مع بطاريه، تمام. تكون القدره المستهلكه في المقاومه ار قد ايه من القدرة المستهلكة في المقاومة 4R؟ طيب هعتبر المقاومة المستهلكة في الار مقاومة R هسميها كده، هسميها باور 1، وهسمي القدرة المستهلكة في 4R باور 2.
طيب انا عايزه استغل طريقه التوصيل على التوازي ان فيها صفات او مبدا ان في التوصيل على التوازي فرق الجهد بيبقى متساوي، فهقول باور واحد، هكتب القانون بفرق الجهد في تربيع على الار، وباور اتنين عباره عن نفس الفي، لا ده توصيل على التوازي، في واحده في تربيع على 4 ار، وبعدين هنسب دي لدي، يعني هقول باور واحد على باور اتنين هتساوي في تربيع على ار، بدل ما اقسم هضرب واقلب المقام بسط والبسط مقام، يبقى هنا 4 ار وهنا الفي تربيع، دي هتطير مع دي والار مع الار هتبقى 4 على 1. انا عايزه باور واحد اللي هي في المقاومة ار، باور واحد في واحد تبقى باور واحد هتساوي 4 باور 2، يبقى الإجابة الصحيحة إن باور واحد 4 أمثال الباور المستهلكة في المقاومة 4 آر، يعني الإجابة الصحيحة هتكون رقم ألف. سؤال 143، في الدائرة الكهربية الموضحة إذا كان فرق الجهد بين طرفي المصباح عبارة عن 1.5 فولت، يبقى فرق الجهد هنا 1.5 فولت من هنا لحد هنا ماشي، والقدرة المستهلكة في الباور 45%، قدرة الباور في المصباح ده عبارة عن 45%، تمام. عايز المقاومة المكافئة بين النقطتين اكس وواي، طبعا في اكتر من طريقة للحل، فانا هحل بحيث ان انا محتاجش الباور. ازاي؟ انا دلوقتي عندي منطقتين، البطارية دي 6 فولت، مفيش مقاومة داخلية، فانا عندي منطقتين، منطقه التوازي اللي فيها المقاومات، منطقه التوازي والمنطقه دي، ففرق الجهد بيتوزع عليهم. المنطقه دي خدت 1.5، طيب يبقى دي تاخد كام؟ يبقى انا عشان اعرف فرق الجهد بين طرفي المقاومه 3، هقول الستة هشيل منهم 1.5، هيطلع الناتج 4.5 فولت، يبقى انا عرفت دي 4.5 فولت. طيب انا معايا دلوقتي المقاومه ومعايا فرق الجهد، اقدر اجيب التيار اللي ماشي في المقاومه دي، والحزن لحسن الحظ ان التيار اللي ماشي في المقاومه دي هو التيار الكلي، فهقول الاي توتال بتساوي الفي اللي هي 4.5 على الار اللي هي 3، هيطلع التيار قيمته 1.5 امبير، يبقى التيار هيخرج من البطاريه 1.5 امبير. طيب ما انا اقدر اجيب مقاومات الدايره كلها، الار المكافئه للدايره عباره عن الفي اللي هي الفي باتري على الاي، الاي اللي هي 1.5، يبقى نقول تاني المقاومة المكافئة للدايرة عبارة عن الفي باتري على التيار الكلي، يبقى 6 على 1.5، هتطلع المقاومة المكافئة 4 اوم. طيب الحتة دي 3، يبقى منطقة التوازي تبقى 1 اوم، عشان يبقى كله عبارة عن 4، اذا كانت دي 3 يبقى منطقة التوازي من اكس لواي هتبقى 1 اوم، يعني الاجابة الصحيحة هتكون رقم ب. السؤال رقم 144، عندنا مقاومتين 10 اوم وار، القدرة المستهلكة فيهما عند توصيلهم على التوازي، يبقى انا كان معايا العشرة والار متوصلين على التوازي، تمام. طيب في حالة التوصيل على التوازي تبقى المقاومة المكافئة كام؟ 10 في ار على 10 زائد ار، تمام. وتبقى القدرة عبارة عن ايه؟ تبقى الباور عبارة عن في تربيع على 10 ار على 10 زائد ار. طيب مقام المقام بسط، يبقى في تربيع على 10 ار، هتطلع 10 زائد ار فوق، يبقى هنا 10 زائد ار، تمام. يبقى دي كده الباور في حالة التوصيل على التوازي. اللي بعدها، مع بطارية مهملة المقاومة الداخلية، لقينا ان في حالة التوصيل على التوازي 4 أمثال القدرة المستهلكة لما هنوصلهم على التوالي مع نفس البطارية، يعني هرجع تاني أوصل 10 والمقاومة R على التوالي مع نفس البطارية نفس ال V، فساعتها الباور في حالة التوالي بقى، الباور في حالة التوالي هتبقى ال V باتري نفسها، ال V تربيع، بس المقاومات المرة دي هنجمعها هنقول 10 زائد R، بس قال لي إيه بقى؟ قال لي الباور توازي عبارة عن 4 من الباور توالي. يبقى احنا هنا اللي حصل ان مهملة المقاومة 4 أمثال القدرة المستهلكة فيهما عند التوصيل على التوالي، يبقى باور توازي عبارة عن 4 باور توالي، تمام. هنحاول ان احنا نعوض عن الباور توازي اهي، يبقى هنقول
في تربيع، هننقل دي باور توازي، في تربيع 10 زائد ار على 10 ار هتساوي 4. باور توالي هننقل دي، في تربيع على 10 زائد ار. يبقى انا ليه استخدمت نفس القانون الخاص بفي تربيع على ار؟ عشان نفس البطاريه في الحالتين. تمام. طيب احنا هنقول الفي تربيع دي هتطير مع الفي تربيع دي، ويبقى انت عندك هنا 4 في 10 ار ب 40 ار هتساوي 10 ار في 10 ار هيبقى 10 زائد ار الكل تربيع. تعالى نفك المقدار ده، هنربع الاول ادي 100، ونربع التاني ادي ار تربيع، والاول في التاني في 2 يبقى زائد 20 ار. تمام، بيساوي الناحيه دي 40 ار. طيب تعالى كده نرتب، يعني نبدا بالار تربيع هنا، الار تربيع وادي 20 ار وادي 100، هودي ال 40 ار باشاره مخالفه، يبقى سالب 40 ار هتساوي 0. طيب ادي الار تربيع موجب 20 20 ار سالب 40 ار، هيبقى الناتج سالب 20 ار زائد 100 بيساوي 0. تعالى نحل المقدار ده، يبقى ار في ار، والمية ايه الرقم اللي هنضربه في التاني يدينا 100، وفي نفس الوقت لو جمعناهم يدينا 20، يبقى العشرة في العشرة، وادام دي موجب هناخد اشارة الاوسط، يبقى دي سالب وسالب، يبقى يا اما الار بتساوي 10 يا اما الار برضو بتساوي 10، يبقى في الحالتين الار بتساوي 10 اوم، يعني الاجابة الصحيحة هتكون رقم الف. سؤال رقم 145، في الدائرة المقابلة عايز القدرة الكلية المستهلكة في الدائرة بتساوي ايه؟ طبعا الباور المستهلك في الدائرة كلها هيبقى عبارة عن الفي باتري تربيع على الأراضي اللي في الدائرة كلها، يبقى الفي تربيع دي مقصود بها الفي باتري، والار دي مقصود بها المقاومة المكافئة في الدائرة. الفي باتري قيمتها 120 الكل تربيع، والار اللي في الدائرة دي تعالوا نخلصها 60 مع 30 توازي، يبقى 60 في 30 على 60 زائد 30 تبقى 20، جنبها 20 تبقى 40، هتطلع معاك القدرة 360 واط، يعني الإجابة الصحيحة هتكون رقم ج. طب عايز النسبة بين القدرة المستهلكة في المقاومة ار واي الى القدرة المستهلكة في المقاومة ار اكس، ادي ار واي وادي ار اكس. تمام، ممكن نجيب الباور عند الواي باننا اقول اي تربيع في ار، بس اجيب التيار اللي ماشي في المقاومة 60، واقول هنا اي تربيع في ار بس اجيب التيار الكلي اللي ماشي في المقاومة 20، وممكن استخدم في تربيع على الار بس استخدم الفي اللي هنا توازي، وهنا الفي اللي هنا. طيب انا هستخدم الفي لان انا عندي المنطقة دي 20 اوم، تخلصها 20 ودي 20، وبالتالي 120 هتتقسم عليهم بالتساوي، يبقى انت عندك الناحية دي 60 فولت والناحية دي 60 فولت. تعالى نجيب الباور لي عند المقاومة واي، هتساوي الفي تربيع اللي هي 60 تربيع على الار اللي هي 60، هيطلع الناتج 60 واط. طيب تعالى نجيب الباور عند النقطة اكس او المقاومة اكس، هنقول الفي تربيع اللي هي 60 الكل تربيع على المقاومة اللي هي قيمتها 20، هيطلع معايا الناتج 180. تعالى بقى نقسم الباور واي على الباور اكس، هنقول 60 على 180 هيطلع الناتج 1/3، يعني الإجابة الصحيحة هتكون رقم ب. سؤال الفقرة الثالثة، أي الأشكال التالية يوضح نسب القدرة المستهلكة في المقاومات الثلاثة زد واي واكس؟ تمام، نفس السؤال، احنا جبنا الباور اكس اهي ب 180، وجبنا الباور واي ب 60، تعالوا كده نجيب الباور زد، هنقول 60 تربيع لان نفس فرق الجهد على 30 هيطلع 120، يبقى اكبر حاجة باور اكس، يبقى انا عندي هنا باور اكس 180 اكبر حاجة ماشي، واقل حاجة باور واي، يبقى باور اكس اهي واقل حاجة باور واي، يبقى الف صحيح. هنا قد بعض ما ينفعش، هنا باور اكس ما هياش اكبر حاجة، هنا باور اكس اكبر حاجة، وبعدين احنا قلنا اقل حاجة باور واي، دي مش اقل حاجة، يبقى الاجابة الصحيحة هتبقى رقم الف.
السؤال 146، عندنا موصلان من نفس المعدن، يعني الرؤي واحدة ليهم، متوصلين كل واحد على حدة بفرق جهد 220، يبقى أنا عندي موصل متوصل بفرق جهد قيمته 220 فولت، والموصل التاني برضو متوصل بفرق جهد قيمته 220 فولت، يبقى فرق الجهد واحد. فإذا كان طول الموصل الأول الواحد ضعف طول الموصل التاني، الطول ده رقم واحد وده رقم اتنين، ضعف طول الموصل التاني ماشي. وقطر الموصل الأول R واحد عبارة عن ضعف قطر، طبعا النسبة بين الأقطار هي النسبة بين أنصاف الأقطار، ضعف قطر الموصل التاني يعني اتنين R اتنين، كمان مساحة المقطع أكبر. تمام، ايه المطلوب؟ عايز النسبة بين باور واحد على باور اتنين. هنقول باور واحد على باور اتنين، عايز اعمل نسبة للقدرة. القانون اللي انا هستخدمه للقدرة، الباور بتساوي في تربيع، الباور بتساوي في تربيع على ار. ليه اخترت القانون ده؟ عشان الفي واحدة، وادام الفي واحدة يبقى في تناسب عكسي بين الباور والار، يبقى باور واحد على باور اتنين بتساوي ار اتنين على ار واحد. طب ازاي اعمل نسبة لار اتنين على ار واحد؟ الار بتساوي رو اي في ال على ايه، هفك ال ايه باي ار تربيع عشان الار تظهر. لما اجي اعمل نسبة مش هعملها بالرو اي لانه نفس النوع، ولا بالباي لانه مقدار ثابت في الاتنين، هعمل النسبة بالال ومربع نصف القطر. ال طردي، يعني قدام ار اتنين هكتب ال اتنين، وقدام ار واحد هكتب ال واحد طردي. طيب والار التربيع عكسي، يعني قدام ار اتنين هكتب ار واحد تربيع، وقدام ار واحد هكتب ار اتنين تربيع، وعوض ال اتنين اهي على ال واحد ما ترجعش فاضي، بتساوي واحد على اتنين يبقى نص. طيب ار واحد على ار اتنين، ار واحد على ار اتنين ما ترجعش فاضي، بتساوي اتنين على واحد، بس دي مش ار واحد على ار اتنين، دي تربيع، يبقى اتنين على واحد تربيع، يعني اربعة على واحد. هنختصر كده، هيبقى الناتج اتنين لواحد، يعني الإجابة الصحيحة هتكون رقم ب. السؤال رقم 147، من الرسم المقابل يوضح ثلاث مقاومات متصلة معا على التوالي، فأي من الأشكال التالية يعبر عن نسبة القدرة المستهلكة في كل منها؟ أنا معايا المقاومات دي متوصلة على التوالي، فهستخدم أنهي قانون للقدرة؟ هقول الباور بتساوي I تربيع على R. ليه استخدمت القانون ده؟ عايز استغل إن ده توصيل على التوالي، ففي شدة التيار ثابتة، فلما يكون التيار متساوي أو ثابت بيبقى في بين الباور والآر علاقة طردية، فمين هنا أكبر مقاومة؟ الواي، الواي هتبقى أكبر قدرة، وأقل واحدة فيهم مين؟ الزد. تعالوا نبص على الرسمة نشوف مين اللي محقق واي أكبر حاجة وزد أقل حاجة. هنا الواي مش أكبر حاجة، يبقى دي مش معانا، يبقى الرسمة دي مش معانا. طيب هنا الواي أكبر والزد أقل حاجة، يبقى دي محتمل، وهنا الواي اكبر والزد اقل حاجه، ودي محتمل. هنا الواي مش اكبر حاجه، يبقى دي مستبعده. تعالوا بقى نشوف ب ولا ج. هنلاحظ هنا ان المفروض ان الواي هتبقى ضعف الاكس، عشان دي 2 ار ودي ار. فين هنا الواي؟ هل الواي ضعف الاكس؟ بص كده، ادي 1 2 3 3 مربعات، ودول مربعين، لا. لكن هنا بص كده الواي، ادي 1 2 3 4 والاكس مربعين، مظبوط. وفي نفس الوقت الاكس ضعف الزد، لان الاكس ار والزد نص، ادي الاكس اهي ضعف الزد، ادي مربعين وده مربع، يبقى الاختيار الصحيح هيبقى رقم ج. سؤال رقم 148، في الدائره المقابله عندنا ثلاث مصابيح متماثله اكس وواي وزد، يعني دي ار ودي ار ودي ار ماشي، متصلين مع بطاريه مهمله المقاومه الداخليه، فعايز النسبه بين القدره المستهلكه في المصابيح، عايز باور اكس لباور واي لباور زد. احنا ممكن نتعامل بالفي وممكن نتعامل بالاي. طيب انا تعالوا كده نجرب الاي، احنا عندنا التيار الكلي هيتجزا، المفروض لو انا اعتبرت ان هنا التيار قيمته اي، يبقى هنا التيار هيبقى قيمته 2 اي، والتيار الكلي كده يبقى 3 اي. طب ليه انا قلت دي 2 اي؟ لان لو افترضت ان التيار اللي ماشي في المقاومه 2 ار بقيمته اي، هنا المقاومات قلت للنص، بدل 2 ار بقت ار واحده، يبقى التيار يزيد للضعف. يبقى هنتعامل ازاي بقى؟ تعالوا نجيب باور اكس، هنقول التيار اهو اي تربيع في ار، في قيمه مقاومه المصباح ار، والباور واي
هيبقى اي تربيع في ار. طيب الباور زد هنقول اتنين اي الكل تربيع في مين؟ في الار. طب ربع دي يعني اربعة اي تربيع في ار. هتروح الار مع الار مع الار والاي تربيع مع الاي تربيع مع الاي تربيع، يبقى واحد لواحد لاربعة، يعني الاجابة الصحيحة هتكون رقم الف. سؤال رقم 149، عندنا ثلاث مصابيح متماثلة وصلت مرة على التوالي ومرة أخرى على التوازي مع نفس فرق الجهد، فعايز النسبة بين الباور اللي على التوالي إلى الباور على التوازي. أدي المصابيح لما توصلت التلاتة على التوالي، تعالوا نجيب الباور في حالة التوالي. هستخدم في تربيع على مقاومات الدايرة R وR وR لأنها مصابيح متماثلة يعني 3R. طب ليه استخدمت في تربيع على الR؟ علشان نفس المصدر. طيب لما نيجي بقى تعالوا نجيب باور توازي، هيبقى عبارة عن في تربيع، بس هنا المقاومة المكافئة في حالة التوصيل على التوازي واحدة منهم على عددهم R على 3 مقام المقام بسط. تعالوا بقى نقسم باور توالي على باور توازي، هيبقى عندك في تربيع على 3 R، بدل ما اقسم اضرب وهقلب المقام بسط والبسط مقام، هنا R على 3 في تربيع، دي هتطير مع دي ودي مع دي، يبقى الناتج 1 لـ9، تبقى الإجابة الصحيحة هتبقى رقم G. سؤال رقم 150، في الدائرة المقابلة إذا علمت إن عند غلق المفتاح لما هتقفل المفتاح القدرة هتزداد للضعف. طيب أنا هرسم الدائرة والمفتاح ده مفتوح، يعني 15 دي مش موجودة، يبقى معاك 30 والآر بس، وبعدين هقفل المفتاح يعني 15 مع 30 على التوازي جنبهم الار. هجيب هنا باور قبل ما نقفل المفتاح، يعني المفتاح مفتوح، باور واحد هتساوي في تربيع ليه هستخدم، لان هنا البطاريه هي البطاريه، ففي تربيع على مقاومات الدايره اللي هي عباره عن 30 زائد ار، دول كده جنب بعض توالي. تعالوا نجيب الباور في حاله تانية، باور 2 هتساوي في تربيع على، تعال نخلص التوازي، 15 في 30 على 15 زائد 30 هيبقى 10، يبقى 10 زائد باور. بيقول لي الباور في الحالة الثانية ضعف الباور في الحالة الأولى، باور 2 ضعف باور 1، باور 2 اللي هي في تربيع على 10 زائد R هتساوي ضعف 2 في تربيع على 30 زائد R. الفي تربيع هتروح مع الفي تربيع، عندك 2 هتضربها في 10 زائد R فتوزعها، 2 في 10 ب20 و2 في R ب2R هتساوي 1 في المقدار ده هو نفسه 30 زائد R. هتجيب الR هنا جنب الـ2R، يبقى 2R شيل منها واحدة تبقى R، وتودي الـ20 الناحية دي، يبقى 30 شيل منها الـ20 تبقى 10، يبقى المقاومة هتبقى قيمتها 10، يعني الإجابة الصحيحة هتكون رقم د. السؤال 151، في الدائرة المقابلة إذا كان جميع المقاومات متساوية فإن النسبة بين القدرة المستهلكة من المصدر في حالة غلق المفتاح في الوضع واحد. طبعا المقاومات متساوية يعني دي R ودي R ودي R، لما هتقفل المفتاح في الوضع واحد هيبقى المقاومة دي لها طرف مع الهواء فهتبقى مش موجودة، هيبقى معاك الR والR دي بس في الدائرة. طيب لما هقفل المفتاح في الوضع 2 هيبقى المقاومة دي موجودة والمقاومات كلها موجودة، يعني R ودي R ودي R. تمام، تعالوا نجيب القدرة هنا والقدرة هنا ونعمل لهم نسبة. الباور هتساوي في تربيع على الار، المكافئ بتاع الار والار على التوازي واحدة منهم على عددهم، يعني ار على 2 مقام المقام بسط، يبقى دي كده الباور الاولى. تعالوا نجيب الباور في الحالة التانية، هنقول في تربيع على الار، الار المكافئة ازاي؟ في فرع بار وفرع 2R، يبقى ار في 2R على ار زائد 2R، يبقى 2 ار تربيع على 3 ار، الار هتروح مع التربيع يبقى 2 ار على 3، 2 ار على 3 مقام المقام بسط. طيب تعالوا نعمل نسبة، باور 1 على باور 2، هنقول 2 في تربيع على ار، بدل ما نقسم هنضرب ونقلب المقام بسط والبسط مقام، ادي 2 ار على 3 في تربيع، الفي تربيع هتروح مع الفي تربيع والار مع الار، يبقى 2 في 2 ب4 وتحت في المقام في 3، يبقى النسبة 4 لـ3، يعني الإجابة الصحيحة هتكون رقم ألف.